السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد طوخي، والنهاردة مع بعض كده في دردشة بإذن الله هنتكلم فيها عن شهادة البورد الأمريكي أو مناهج البورد الأمريكي في كل التخصصات وإيه هي الشهادة، وإن شاء الله هنتكلم أكتر عن الفارماكوثيرابي والمنهج نفسه وإيه المحتوى اللي فيه الفارماكوثيرابي وهنذاكره إزاي بإذن الله. اللي هيعرف يذاكر مع نفسه، يعني انا تجربتي الشخصيه انا ذاكرت المنهج مع نفسي، فهو ده اللي هحاول انا هتكلم فيه اكتر باذن الله معاكم. فان شاء الله يا رب المحاضره تبقى مفيده ومش هطول على حضراتكم باذن الله. يعني في المحاضره التعريفيه اللي هنتكلم فيها عن شهاده البورد الامريكي، يلا بينا. البورد الامريكي دي كانت منظمه في امريكا اتوجدت في 1976 او اتشكلت في 1976 في عز فترة ان بدأ يطلع حاجة اسمها الكلينيكال فارماسي. حتى انا في فيديو عندي على القناة اللي هو حكاية الدور التاسع، ده فيديو بيتكلم فيه عن بداية الكلينيكال فارماسي اللي حصلت في امريكا والطفرة ساعتها اللي عمل بيها الصيدلي وجوده في المستشفى او وجوده مع الهيلث كير تيم من الدكتور او التمريض. فساعتها الهيئة دي نظمت ان يبقى فيه شهادات لليفل ادفانسد للصيادله يساعدهم بعد كده في ان هو يابجريد الليفل بتاعه، ان هو يتعلم بقى البيزكس اوف كلينيكال، يفهم في الديزيز اكتر ويبدا يقرا عنها، وبدا يختار يعني يطلعوا بفكره التخصصات اللي هي طلعت حاليا لحد دلوقتي وصلت ل 13 تخصص البورد الامريكي بيقدمهم او بيقدم شهادات فيه. فجت الفكره كلها في ان هو انا ازاي هديك شهاده بعد ما تتخرج، شهاده بوست جرادويت وادفانسد ليفل، لازم تكون مريت بمرحله براكتس او نزلت تشتغل. عشان كده الشرط الاساسي في اي شهاده من شهادات البورد عشان بتقدمها اللي يكون مر عليك من 3 ل 4 سنين على حسب كل تخصص. 3 سنين دولت المفروض انت في خلالها بتمارس المهنه او في خلالها بتبدا تدخل المستشفيات وتبدا تتعلم الهوسبيتال فارماسيست وتبدا بعد كده تشوف مع الدكاتره وتشوف مع الصيادله اللي قدام الكلينيكال فارماسيست وايه الدور بتاعه اللي بيعمله في المستشفى. وده انا شرحته في الفيديو بتاع كل ما يعني ليه علاقه بالكلينيكال فارماسيست، ده الفيديو موجود في القناه عند حضراتكم. ده بالنسبه للمجال. فالشهاده جت ان هي بشرط بتاع الثلاث سنين او الاربع سنين، ده هدفه كده ان الشخص يكون عدى بخبره براكتس، فبياخد شهاده بتدعم موقفه كامن ناحيه النظريه عشان معك العمليه، يبقى كده هو حقق المعادله اللي احنا بنتكلم فيها. خلاص تمام. طيب ايه هم ال 13 تخصص او ايه شهاده البورد؟ انا هقول لكم الموقع الرسمي بتاع البورد اللي هو بي بي اس. لو كتبنا على جوجل بورد اوف فارماسي سبيشاليتي اللي هو عنوان الفيديو زي ما احنا شايفينه كده، كتبنا الكلمه دي بس او الجمله دي في جوجل هيطلع لنا اول موقع وهو شهاده البورد. هندخل عليه هنلاقي فيه جزء بيتكلم عن التخصصات او هم ال 13 تخصص وكل تخصص ايه الشروط بتاعته عشان تقدم في الامتحان، وكل تخصص كام واحد نجح فيه لحد دلوقتي. طيب هو على مستوى العالم كله في جميع التخصصات اكتر من 50,000 صيدلي، من ده طبعا من موقع البورد نفسه، لحد دلوقتي هم اللي واخدين شهادات البورد الامريكي في جميع التخصصات. اكتر حاجه طبعا هو البورد الامريكي في الفارماكوثيرابي، وده اكتر تخصص فيه ناس ناجحه. فنصيحتي الاولى، اول حاجه انت لسه متخرج، لو احنا هنتكلم عن طالب مثلا بيسمع المحاضره او حد لسه هيتخرج او حد بالفعل اتخرج بقاله سنه او سنتين ولسه قدامه وقت ان هو على ما يمتحن الشهاده، اهم حاجه الشغل. يعني اهم حاجه الاول نشتغل، وبعد كده بناء عليه احنا هنحدد ايه التخصص اللي احنا هنذاكره وبالذات ممكن نمتحن فيه عشان يدعم موقفنا. خلاص تمام. طيب انا اتخرجت بقالي فتره وشغال بالفعل في مستشفى، المستشفى دي فيها تخصص ايه؟ او انت في المستشفى دي حضرتك او حضرتك شغال ايه في المستشفى؟ يعني محتاج تدعم موقفك بشهاده من نوع ايه؟ شغال في الانفكشن كنترول فانت محتاج حاجه للانفكشن ديزيز، شغال في الرعايه المركزه فانت محتاج بورد زي الكريتيكال كير، شغال في الاورام فاللي هيميزك اكتر انك تاخد بورد الاورام ده كل. طب شغال في مستشفى عام انت بتذاكر، المذاكره حاجه واللي انت تاخد شهاده تدعمك. بمعنى ايه؟ اعمل كل يعني ذاكر كل حاجه وتعلم كل حاجه وافهم كل حاجه، لان احنا صيادله في الاول وفي الاخر او ناس مسؤولين عن مرضى، فمفروض علينا ان احنا نتعلم عشان نفيد المريض. لكن في الاخر انت عايز حاجه تدعم موقفك كجزء بقى براكتس وجزء شغل، فانت محتاج تاخد، مش تاخد كل الشهادات، هي مش فكره اللي انا اجمع في شهادات على قد ما فكره اللي انا ابقى سبيسيفيك حاجه انا معينه اخدها هي هتدعم موقف. ما بقاش انا شغال في مكان لعمره هيبقى فيه مثلا نيوتريشن تغذيه
ولا هشتغل العمر في مكان فيه تغذية، ولا حواليا في المحافظة أو البلد اللي أنا فيها مكان هيبقى فيه القسم ده وأفكر إن أنا أخد بورد تغذية هعمل بها إيه. تمام؟ فهي دي الفكرة كلها، إحنا بنحدد الأول إيه مجالنا، إيه اللي إحنا هنحاول إن إحنا اشتغلنا فيه أو البراكتس بتاعنا فيه أكتر، وندعم موقفنا بشهادة. ده لا بالنسبة لجزء الشهادة. بالنسبة لجزء العلم نفسه براحتك اتعلم كل حاجة، المناهج موجودة وموجودة طبعا على جروب الفيس عندي، جروب البرشامة، نزلها واقرا فيها وتعلم فيها اللي انت عايزه، ذاكر اللي انت عايزه، مفيش ادنى مشكلة من اللي انت تذاكر مناهج البورد. والحمد لله انا من يعني تقريبا مناهج البورد بحاول اقراها وبتعلم كلها من الكتب بتاعة الكلينيكال، بس في نفس الوقت هي شهادة واحدة اللي معايا او شهادة البورد في الفارماكوثيرابي اللي خدتها من اكتر من بقالي 5 سنين واخد الشهادة، فهي دي اللي انا في الاخر اخترت الشهادة واحدة اللي خدتها. خلاص تمام، دي نقطة لازم يعني نوضح الفرق بينها. في تخصصات بقى كتيرة زي تخصصات الفارماكوثيرابي، تخصص بيدياتريك، تخصص كريتيكال كير، تخصص نيوتريشن، تخصص امبيولاتري كير، تخصص بوم مارو ترانسبلانتيشن، الناس اللي بتعمل عمليات زرع النخاع. ففي 13 بالظبط 13 تخصص، تخصص كارديولوجي، تخصص انفكشن ديزيز، هم 13 تخصص موجودين في الموقع اللي انا قلت لكم عليه اللي هو البورد اوف فارماسي سبيشاليتس. خلاص تمام، ده لازم الموقع ده تدخل عليه وتشوف. لو دخلت بالصدفه كده ودخلت لقيت مثلا الفارماكوثيرابي هيقول لك ان في اكتر من حوالي 30,000 بني ادم صيدلي، 30,000 صيدلي نجح في الشهاده دي، ده تقريبا اكبر شهاده حد نجح فيها. ده انديكيتور لايه؟ او يعني قول لنا ايه؟ ان انت لو عايز تاخد شهاده فزي ما الاول هتحدد التخصص، يعني تحدد الحاجه اللي انت عايز تاخد فيها، وبعد كده تبقى انت محتاج ان انت تختار تخصص مميز عشان تبقى مميز. يعني لو جيت بصيت على شهاده الكارديولوجي عشان هي لسه مستحدثه، او شهاده الانفكشوس ديزيز، فهتلاقي اللي نجحوا فيها مش كتير على مستوى العالم. فلما انت تاخد شهاده في حاجه زي كده هتبقى مميزه، بس في الاول تكون انت فعلا هيبقى فيه مجال ان انت تشتغل بالشهاده دي، ما تاخدش الحاجه دي وانت في الاخر مش هتلاقي مكان توظف فيه الشهاده دي. فاول حاجه الوظيفه او الشغل البراكتس، وبعد كده نوجه الشهاده ليه. انت ممكن يبقى المستشفى بتاعتك جنرال، فساعتها خلاص ممكن تاخد حاجه. بالنسبه لوزاره الصحه وبالنسبه للشهادات، ممكن ناس معاها بالفعل ماجستير وفي ناس معاها فارم دي، تيجي تقول لي اخد بورد، ما هو نفس الفكره، هو الماجستير الفارم دي البورد بالنسبه لوزاره الصحه وبالنسبه حتى للدرجه بتاعت الشهاده واحد، ماجستير فارم دي بورد كلهم ايكوال لبعض. البورد هيبقى مميز في اللي انت لو خدت حاجه مميزه، يعني انت مش واخد فارم دي مثلا في الانفكشنز، لا لو انت عايز بقى تاخد بورد في الانفكشنز فدي حاجه هتبقى مميزه. لكن لو جينا اتكلمنا ان جنرال، لو انت هتاخد بورد في الفارماكوثيرابي وانت معاك ماجستير او فارم دي، هي مش هتزود ومش هتضيف، خد العلم بتاعه، يعني خد المحتوى العلمي بتاع المنهج، بس مش محتاج اللي انت تاخد شهاده عشان تقول ان انا ازود شهادات، مش هتأدي الفاليو اللي انت مستنيها. هتدفع فلوس، يعني الناس بقى تسالني تكلفه الامتحان، تكلفه الامتحان بيبقى حوالي $600، يعني بنتكلم في حوالي 10,000 جنيه مصري. ده تكلفه الامتحان الحالي. طيب الامتحان بيتعمل امتى؟ بيتعمل مرتين في السنه، في شهر 4، فتره في شهر 4 وفترة في شهر 10، يبقى شهر ابريل وشهر اكتوبر، دي المرتين اللي بتعمل فيهم الامتحان على مدار السنة، شهر 4 وشهر 10، وكل سنة بينزل منهج او ابديتد منهج بكل تخصص بورد. طب مين اللي بينزل المناهج دي؟ في موقع اللي هو ACCB او الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي. لو كتبنا الامريكان كوليدج اوف كلينيكال فارماسي او الACCB، الحاجات دي كلها انا هسيبها في الديسكريبشن بتاعة الفيديو. الموقع ده لو دخلنا عليه ده اللي بنلاقي فيه الكونتنت بتاع المناهج، والمناهج ده دايما بتنزل طبعا بفلوس، بس يعني الناس بتبدا تنزلها وبتوزعها لبعض، فبنحاول على قد ما اقدر ان انا انزل لكم المناهج. وزي ما انا حصل في مناهج 2020 نزلت على جروب الفيسبوك، فهتلاقوا ان شاء الله باذن الله لما تنزل 2021، دايما بتنزل في حوالي نص السنه كده بتنزل مناهج 2021، هنبدا نحاول ان احنا ننزلها ان شاء الله على الجروب. طيب الناس الACCB ده اللي بينزل المناهج، لو دخلت على الACCB ودخلت على اي بورد من التخصصات هتلاقي الكونتنت، يقول لك البورد الفارماكوثيرابي ادي المحتوى بتاعها حوالي كام موضوع، يقول لك كل موضوع بيتكلم عن ايه، الامتحان هيبقى امتى، الموقع البورد بيحدد لك بالظبط امتى تحجز، ازاي طريقه الحجز، كل الخطوات دي بالنسبه لي ما تهمنيش قوي ان احنا ازاي نحجز، يعني لو ممكن نعملها في فيديو تاني. او بمعنى صح انا شخصيا لما جيت حجزت عن طريق مركز في القاهره، هو بس يعني اديته الورق او الحاجه اللي هو ممكن يبقى محتاجها، وهو اللي حجز لي الصراحه وتابع معايا الحجز عن طريق الايميل، وبدانا لحد ما حجزت الامتحان. بس الامتحان بيبقى مرتين في السنه، في شهر 4 وشهر 10، زي ما اتفقنا اقل حاجه بيعدي على ترخيص مزاوله المهنه 3 سنين.
خلاص تمام. دي انا مش هحاول اطول فيها فكره الامتحان، او يعني اديت نبذه مختصره بس عن الايه البورد وشات البورد وايه اهميتها. اهميتها انها تفيد صيدلي الكلينيكال ان هو يبدا يدعم نفسه في الشهاده. يعني ممكن صيدلي يشتغل كلينيكال من غير شهاده البورد، ممكن لو هو بدا المجال لسه متخرج وراح يشتغل في مستشفى، بدا هوسبيتال وبدا يزود النولج، هو بيذاكر وبيثبت نفسه ممكن يابجريد ان هو يبقى كلينيكال وهو لسه ما خدش شهاده. تمام، بس عشان يزود الفرصه ويبقى مميز يبقى محتاج ساعتها فعلا ان هو بياخد شهاده عشان يبقى مميز عن غيره، عشان لو المكان ده احتاج انه يبقى فيه ترقيه حكومه بقى او خاص، هيبقى ساعتها لان معاه شهاده يعني خبره وشهاده، غير ما يكون معاه خبره بس، غير ما يكون طبعا معاه شهاده بس اللي هي اقل درجه. الناس اكتر حاجه ممكن بتغلط فيها ان هي تبدا تروح تاخد شهادات وتجمع شهادات، وبعد كده بتدور على الشغل وبتبقى فاكره ان انا لما تدور على الشغل وهي معاها الشهاده انها هتلاقي الشغل، لكن دايما بتلاقي الوظائف كلها انا محتاج اكسبيرينس بعد كده الشهاده. فالاهم حاجه الاكسبيرينس الاول اللي احنا نجيبها، والاكسبيرينس احنا مش هنجيبها باللي احنا بنتخرج بنروح نشتغل كلينيكال فارماسيست على طول، لا مفيش حاجه كده. يعني مفيش في الحته في العالم هتشتغل كلينيكال فارماسيست اول ما تتخرج، انت بتاخد السلم من اوله، تبدا تروح المستشفيات تقدم فيها از هوسبيتال فارماسيست، وبعد كده بتابجريد لحد ما توصل للكلينيكال، لدرجه في بعض الاماكن على مستوى العالم وبعض الولايات في امريكا بتابجريد حتى الكلينيكال ده، ان انت كمان تبقى متخصص في حاجه معينه. الراجل ده يقول عليه كلينيكال فارماسيست تخصص كارديو، كلينيكال فارماسيست تخصص جي اي تي، او تخصص يعني تخصصات كتير اللي هي موجوده في الكلينيكال بصفه عامه. خلاص تمام، يبقى دي يعني حاولت على قد ما اقدر اشرح لكم فكره بسيطه عن شهاده البورد. تمام، طيب نيجي بقى نتكلم عن المنهج او الفارماكوثيرابي. ليه المنهج فارماكوثيرابي مميز او مفضل بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد؟ مش اللي احنا ناخد شهاده فيه، باللي احنا نبدا فيه نقراه، لان هو المنهج الجنرال او المنهج العام اللي هو بيتكلم عن تقريبا واخد من كل يعني بستان زهره، يعني واخد زهره كده من كل بستان. واخد تلاقي شابتر بيتكلم عن الكارديولوجي، ده شابتر بيتكلم عن الفلويد والالكترولايت، شابتر بيتكلم عن نيوتريشن، شابتر بيتكلم عن نفرو، شابتر بيتكلم يعني عن انكولوجي شويه وهكذا. هو واخد كده ايه حته من كل مكان بحيث ان هو يجمع لك اوفر فيو عن الكلينيكال فارماسيست، او عن الاماكن عن الحاجات الكلينيكال اللي ممكن انت تمارسها في اي مستشفى عام اشتغلت فيها. ممكن يقابلك حاله سرطان، ممكن يقابلك حاله جي اي تي، ممكن يقابلك حاله سايكاتري، حاله نيورولوجي، حاله اي سي يو او حاله كريتيكال كير يعني وهكذا. فميزه الفارماكوثيرابي كعلم اللي انت هتستفيد بيه بيزكس وبتبني جنرال نوليدج محترمه جدا عن الحاجات الاساسيه دي. خلاص تمام، طيب لو جينا بصينا عن اي منهج بورد، وهنتكلم طبعا بالذات عن الفارماكوثيرابي، بيبقى متقسم جزئين، جزء يعني موضوعين كده كبار اساسيين. الموضوع الاولاني اللي احنا بنسميه النون ثيرابيوتيك، الحاجه اللي ملهاش علاقه بالميديكيشن او الدراجز او العلاج، نون ثيرابيوتكس، وجزء ثيرابيوتكس. خلاص تمام، اللي هو بقى الجزء الخاص بالعلاج وازاي الديزيز ونعالجه بايه وهكذا. خلاص تمام، نتفق على الحته دي. اي منهج بورد موجود في التخصصات كلها بيتقسم كده، منهج ليه علاقه، جزء ليه علاقه بالثيرابيوتيك وجزء ليه علاقه بالنون ثيرابيوتيك. خلونا بقى نتكلم في الفارماكوثيرابي. ايه هي النون ثيرابيوتيك بالظبط؟ في التحديث بتاع 2020 هم اربع مواضيع نون ثيرابيوتيك. ايه هم؟ البايو ستاتستكس، الناس بقى اللي كانت ايه بتحب او بتكره البايو ستاتستكس في الكليه، اللي بيتكلم عن الاحصاء والداتا وازاي نستغل الداتا دي في اللي احنا نعمل بيها ترايلز وابحاث وهكذا. فهتلاقي في شابتر في الفارماكوثيرابي وفي كل مناهج البورد وتخصص البورد في حد بايو ستاتستكس، يعني هيكلمك لازم نون ثيرابيوتيك. هقول لكم ليه الهدف من حاجه زي كده. يبقى اول شابتر بايو ستاتستكس، ده اول شابتر في منهج او الجزء الخاص بالنون ثيرابيوتيك. تاني حاجه بيكلمك في جزء شويه خاص بالبوليسي والبروسيدجر والريجيلاتوري ايشوز، يعني القوانين اللي في امريكا، الاف دي اي، الحاجات اللي هي خاصه بشويه بالريجوليشن او التنظيميه، الحاجات التنظيميه اللي بتحصل في امريكا. هو بورد امريكا فهيكلمك اكتر في الحته دي، بس نشرح لك برضو فكره ان الحاجات دي طبعا انت تقدر تعملها، يعني تقدر تعملها في بلدك او الوطن بتاعك. خلاص تمام، ده تاني حاجه. تالت حاجه هنكمل بورد بايو ستاتستكس الكلينيكال ترايلز، هيكلمك بقى عن الاستادي ديزاين، يعني الابحاث وازاي تتعمل، يعني ايه كيس ريبورت، الحاله انت تنشر حاله على النت، وعلى بيبر تعمل بيبر معين ازاي. يكلمك على الاستاديز الفارماكو ايكونوميك اللي بتتكلم عن اقتصاد الدواء، لما يجي يقارن دواء بدواء في الفلوس او ده البينفيت بتاع ده، يعني بيكلمك شويه عن الترايلز او الكلينيكال ترايلز، ده جزء الثالث او التوبيك الثالث في النون ثيرابيوتيك. واخر توبيك نون ثيرابيوتيك شويه وهو الفارماكو كاينيتيك، اللي هو بيكلمك شويه بقى عن ايه
حركه الدواء. الناس اللي يعني اللي درست فارماكولوجي بيبقى احنا عندنا حاجه اسمها فارماكوكاينيتكس، الاليمينيشن بتاع الدواء، الابزوربشن، الميتابوليزم. فهو ما بيتكلمش ديتيلز بتاعه، هو بيتكلم من جنرال في الفارماكوكاينيتكس. مهمه اول فارماكوكاينيتكس دي، يعني هتخليني كده اروح بقى الوظيفه بعض المستشفيات بتعملها، وان يبقى في صيدلي مسؤول عن حاجه اسمها الفارماكوكاينيتك لابس، او بالظبط بحاجه اسمها بالذات اسمها ثيرابيوتك دراج مونيتورنج، اللي هو بيحدد ليفل تركيز الدواء في الدم. امثله كتير، يعني تعالوا نقول مثلا امثله زي الفينيتوين، الدواء بتاع الابيليبسي او التشنجات. لما مريض بياخد الدواء ده وانا عايز اعرف الدواء ده في تركيزه في الدم عالي ولا قليل، هيوصل للتوكسيستي ولا مش مدي تاثير، فباخد عينه من الدم واسحبها في المعمل واشوف نتيجتها، وعلى اساس النتيجه دي بطلع ريكومنديشن. في بعض الاماكن فيها الجزء الفارماكوكاينيتك لاب اللي بيقيس فينيتوين ليفل، بيقيس ميزوتريكسات، حاجه كيموثيرابي بنستخدمها في عينين اورام، بيستخدم ليفل مثلا اميكاسين الامينو جلايكوسايد كمضاد حيوي، او الفانكومايسين. دي من اشهر الحاجات اللي ممكن بنحتاج اللي احنا نقيس تركيز الدواء في الدم عشان اشوف هو بيدي تاثير فعلا ولا هيعمل توكسيستي. فبعض الاماكن المستشفيات، يعني اشهرهم مستشفى 57، مستشفى شيفا الاورمان، فيها جزء خاص وجهاز بيقيس بس الليفلات او تركيز الدواء في الدم. اللي هيبقى عارف الشابتر بتاع الفارماكوكاينيتك لاب ده هيبقى مهتم جدا لو هو عايز يدرس الحته دي بالذات، وهيبقى شاطر في وظيفه الفارماكوكاينيتك لاب. هي دي حاجه مش موجوده في مصر كتير، بس في بعض المستشفيات زي ما انا ذكرت كده بعض الاسماء. خلاص تمام، دي حاجه مهمه جدا في بعض الادويه بالذات اللي هي احنا بنسميها اللي هي ايه ثيرابيوتك دراج مونيتورنج، او الحاجه اللي انا محتاج ان انا ابص على الليفل عشان اخاف ان هو يوصل للتوكسيستي، او ان هو في الاخر ما بيديش تاثير. دي حاجه كده. يبقى احنا كده قلنا النون ثيرابيوتك موديولز او النون ثيرابيوتك توبكس اللي هم البايو ستاتستكس، الاستادي ديزاينز، والفارماكوكاينيتك، والريجيلاتوري ايشوز او الحاجه اللي ليها علاقه بالتنظيمات في امريكا، اللي ليها علاقه بالصيادله طبعا عموما او بالقطاع الطبي في امريكا. خلاص تمام، يبقى ده الجزء النون ثيرابيوتك اللي هو انا لو داخل الامتحان ما ينفعش ما بقاش ضامن الجزء ده في الامتحان، لان هو مش بيتكلم بقى جايد لاينز وديزيز وعلاج، وانت ممكن تجاوب السؤال وفي واحده صح وواحده اصح والكلام ده كله. لا، الجزء بتاع النون ثيرابيوتك ده مفروض انه بيبقى مضمون بنسبه كبيره جدا لو انت داخل تمتحن امتحان الفارماكو ثيرابي. خلاص تمام. طيب الجزء الثيرابيوتك بقى، وده بقيه الموديولز او بقيه التوبكس اللي هو احنا التوبكس بتاع الفارماكو ثيرابي حوالي 21 موضوع، في 17 موضوع ثيرابيوتك واربع مواضيع نون ثيرابيوتك. ايه ال 17 موضوع؟ تعالوا نعدي عليهم كده بسرعه. في شابترين او اثنين موضوع بيتكلموا بس على الانفكشوس ديزيز، يعني بيتكلم عن اللور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، اليورينري تراكت انفكشن، كل بعض الامثله من الايه من الانفكشوس ديزيز اللي ممكن تحصل. في بورد كامل للانفكشوس ديزيز، سواء انا برده هيديك جزء تذاكره في الانفكشوس ديزيز لازم في الفارماكوثيرابي، ودي عباره عن موضوعين من ال17. ايه تاني غير الانفكشوس ديزيز؟ هيكلمك عن الكاردياك ديزيز، هيكلمك في شابتر كرونيك، يعني يتعامل مع المريض اللي ضغطه عالي، المريض الهارت فيلير، بس مش اكيوت اللي هو المريض العادي اللي بيبقى في البيت ومش على علاج، هتتعامل معاه ازاي. وفي شابتر تاني بيتكلمك عن الاكيوت، العين بقى اللي هيدخل في اكيوت هارت فيلير، او العين اللي بيدخل في هايبر تنشن ايمرجنسي درجه ان هي وصلت للطوارئ وتحجز في الرعايه المركزه وهكذا. يبقى ده في شابترين بيتكلموا بس عن الامراض اللي لها علاقه بالهارت، اكيوت كارديولوجي وكرونيك كارديولوجي. خلاص تمام، ده الجزء. انت كده قلنا اربع مواضيع لحد دلوقتي. في مواضيع موضوع سايكاتري، شيزوفرينيا، ديبريشن، وفي مواضيع موضوع تاني او شابتر تاني نيورولوجي اللي بيتكلم فيه بقى عن الابيليبسي وبعض الديزيز اللي لها علاقه بالنيورولوجي. تمام، ده جزء. يبقى كده لحد دلوقتي قلنا بتاع ست مواضيع. في بقى شابتر بيدياتريكس بيتكلمك عن بعض الحاجات اللي بتيجي للاطفال، في شابتر جيرياتريك، في شابتر بيتكلمك عن المين والوومن، الهرمونال ثيرابي، بيتكلمك على الكونتراسيبتيف، بيتكلمك عن الحاجات اللي علاقه بالمين اكتر. تمام، في شابترز ثانيه بتتكلم عن احنا قلنا نيوتريشن، في شابتر بيتكلمك عن الفلويد والالكترولايت، في شابتر بيتكلمك عن الانكولوجي سبورتيف كير. احنا ان شاء الله في المجموعات اللي هنذاكر سوا باذن الله هننظم الدنيا بحيث ان كل موضوع يبقى انا باخد موضوع واربطه بالموضوع اللي وراه، في شابتر هيكلمك كريتيكال كير وهكذا. يعني ال 17 موضوع هو لامم لك من كل مكان كده حته. خلاص تمام، هننظم الدنيا ازاي؟ اللي احنا هنحاول نربط المواضيع. يعني ثيرابيوتك ده موضوع لو بدانا فيه هنخلصه الاول، يعني لو افترضنا بس ده هنبداه في الاخر، خليه اخر حاجه النون ثيرابيوتك. الثيرابيوتك هننظمه بحيث ان احنا نبدا فيه بترتيب معين بحيث ان احنا نربط كل المواضيع ببعض. طيب انا مش عايز اذاكر معاك وعايز اذاكر مع نفسي، اعمل ده يعني اساس الحلقه بتاعت النهارده. احنا محتاج
لما انت تيجي تذاكر منهج فارماكوثيرابي حضرتك او حضرتك تيجي تذاكر منهج الفارماكوثيرابي ما تقراش من المنهج حاجه، تمام؟ المنهج اللي هو معاكو ده او اللي هو موجود على الجروب يعني عباره عن الخلاصه او عباره عن اللي هو جاي يقول لك الديزيز الفلاني بتعالجه الجايد لاينز الاساسيه كذا خلاص. يعني انا لو واحد جاي عايز افهم المرض ده مش هتلاقيه شارح، هو بيقول لك ديزيز بيحصل بنسبه قد ايه، الساينز والسيمبتومز، العلاج، رص لك العلاج خلاص تمام. يبقى انت في الاخر لو انت عايز تفهم مرض الديزيز ده التفاصيل بتاعته وعايز تعرف ايه ده جه منين وراح منين والتفاصيل كلها مش هتلاقيها في المنهج. المنهج في الاخر هو بيتعامل مع الصيدلي ان واحد خلص 5 سنين كليه، واحد بيشتغل ناقص بس ان هو يدخل يقرا المنهج ده ويروح يمتحن فيه. وده طبعا انا افترض ان كل الناس ما فيهاش ده، ما عندهاش ده. طيب اعمل ايه عشان افهم المنهج ده؟ عندنا بعض الريفرنس او الكتب اللي انا احتاجها عشان افهم الديزيز، هم 3 كتب اي كتاب فيه ممكن نستخدمهم. واقول لكم انا كنت انا شخصيا بعمل ايه، في كتاب اسمه الابلايد ثيرابيوتيك، في كتاب اسمه الفارماكوثيرابي برينسيبل اند براكتس، وفي كتاب اسمه اباثوفيسيولوجيك ابروتش اللي هو كتاب بنسميه الراجل اللي هو اسمه ديبييرو، ده من اشهر الصيدله كلينيكال على مستوى العالم. الثلاث كتب دولت اي كتاب فيهم في كل ما الكلينيكال، يعني كل حاجه لها علاقه بالفارماكوثيرابي او الكلينيكال هنلاقيها في الكتب دي. تذاكر من اي كتاب ما عنديش ادنى مشكله. انا شخصيا كنت بعمل ايه، كان ممكن في موضوع يعجبني ان انا افهمه او يعني افهم من اقراه وافهمه من كتاب الابلايد ثيرابيوتيك، في موضوع تاني لا كنت اقراه في الكتاب بتاع ديبييرو، في موضوع تالت اقراه في الفارماكوثيرابي برينسيبل اند براكتس. يعني الكتب دي كلها موجوده بي دي اف على جروب الفيسبوك، نقدر ننزلها ونتعامل معاها بيها عادي جدا، تمام؟ فكل موضوع احنا ممكن يعجبك اللي انت تقرا تفهم الموضوع من كتاب ما تفهموش من الكتاب التاني. طيب انا ما بقرا ولا عايز اسمع فيديوهات، للاسف ما فيش فيديوهات عربي كتير، يعني انا ما شفتش شخصيا فيديوهات عربي كتير على اليوتيوب، بس دايما كنت بشوف فيديوهات بتتكلم شويه عن شرح المواضيع دي بالانجليش او حاجه زي كده. بس خلينا ان شاء الله لما هنمشي سوا هنقرا الموضوع ونفهمه سوا باذن الله من الالف للياء يعني باذن الله خلاص تمام. بس دي الكتب الاساسيه اللي انت هتحتاجها. هنيجي بقى لسؤال تاني مهم، لو احنا بنقرا الكتب جاينا بقى اتكلمنا في الادويه، يعني بيقول لك مثلا في الانفكشنس ان العلاج الانفكشن المعينه هتعالجها بالمضاد الحيوي اموكسيسيلين، هتعالجها بالليفوفلوكسين. تيجي تقول لي واحد بقى يجي يسالني دلوقتي انا خارج اصلا من الكليه او انا حد متخرج بقالي زمن نسيت اصلا الفارما، ايه الفارما دي وبتاع. هنيجي هنا بقى لمدرستين، اول مدرسه اللي هي تقول لك انا هبدا اذاكر كلينيكال والموضوع اللي انا هحتاج اللي انا ارجع فيه للفارماكولوجي هرجع فيه، يعني لما اجي في حته الدواء هروح واخد الادويه دي بقى ابدا اقراها في الفارماكولوجي بتتكلم ازاي. دي مدرسه، في مدرسه بتعمل كده، في مدرسه تانية بقى تنسى الكلينيكال دلوقتي وتروح تبدا الفارماكولوجي، تبدا تدخل بقى على مواضيع الفارما الاول، تبدا تعمل ريفرش للمعلومات وتراجع الفارماكولوجي، تعرف بقى السي في اس الكاردوفاسكولار ديزيز والادويه بتاعه الضغط والاس انهبيتور مش عارف ايه، وندخل بقى في المضادات الحيوية ونقسم الكلاسز بتاعت المضادات الحيوية السيل وول انهيبيتور وهكذا. يعني في ناس بتمشي كده وفي ناس بتمشي كده، ده على حسب الهدف بتاعك. يعني بمعنى ايه، لو انت قدامك وقت صغير وعايز تمتحن اصلا فانت لا هتعمل بمدرسة اللي هو انت تذاكر كلينيكال، لو احتجت حاجة للفارما ابدا رفلها خلاص تمام، لان هو هيجي يمتحنك يمتحن في الكلينيكال، يمتحنك انت الدواء ده بتستخدمه في الحالة الفلانية. طب الحالة الفلانية دي لو كان فيها مشكلة سايد افكت فانت لازم تعرفه من الفارماكولوجي بتاعت الأدوية، فانت على حسب الوقت اللي انت هتعمل فيه. لكن انت مش وراك حاجة وعايز تتعلم وعايز تستفيد بكل حاجة فانت لازم يبقى عندك البيزكس بتاعت الفارماكولوجي وبيزكس الكلينيكال اللي هي هتبقى موجودة او هتفهم الموضوع منه من الكتب بتاعت الكلينيكال اللي قلنا عليه خلاص تمام. طيب اي توبيك في الفارماكوثيرابي بيبقى حاطط لك اسئلة وحاطط مع كل موضوع اسئلة واجاباتها دايما في الاخر. ايه تاني مهم مع كل شابتر بنلاقيه، احنا بيبقى كده بنستخدم المنهج في اللي انا اعرف المحتوى بتاع الفارماكوثيرابي هيقول ايه، يعني محتوى الموضوع ده بيتكلم في ايه بالظبط واروح افهمه من المصادر خلاص تمام. احتاج المنهج فيه في الاسئله اللي فيه عشان احلها وادرب نفسي فيه. طب هحتاج المنهج في ايه اللي انا ابص بقى على الريفرنس اللي في اخر كل منهج، ودي اللي هي بيجيب منها الجايد لاينز، بحيث لما هو هيسالك في الامتحان هو مش هيسالك حاجه من دماغ دكتور او لا، هو بيسالك في الجايد لاينز ده according للجايدلاينز الحديثة انت بتستخدم ايه. هتيجي تقرا مثلا في موضوع البيدياتريك فيقول لك انا بجيب الجايدلاينز دي من حاجة اسمها الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك، تروح انت عامل ايه، داخل على الويب سايت على جوجل اكتب الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك،
هتفتح الموقع هتلاقي فيه كل الجايد لاينز وهكذا. عايز تعرف الابديت بتاع الجايد لاينز هتلاقيه في الويب سايت بتاع كل حاجه. دخلت في الانفكشن هتلاقي يقول لك انت عندك في حاجه اسمها الاتس جايد لاينز. دخلت في الاورام هيقول لك في حاجه اسمها مشهوره جدا اسمها الانسس ان جايد لاينز، ودي اللي خاصه في امريكا عن موضوع الاورام وهكذا. خلاص تمام. فهي دي الحاجه اللي احنا هنمشي بيها دايما في المنهج. انا المنهج بحتاجه عشان هو في الاخر بيلخص لي الدنيا والعلاج بتاع المرض الفلاني وبعض الاسئله والمصادر اللي انا هحتاجها عشان ارجع لها ابص عليها وانا بتعامل مع الجايد لاينز وعايز اشوف التحديثات اللي حصلت في الجايد لاينز. تمام. احنا قلنا ايه الكتب عشان السؤال السهل بتاع الكتب بتاعت الكلينيكال، قلنا ابلايد ثيرابيوتيك وفارماكوثيرابي برينسيبل اند براكتس وباثوفيزيولوجيك ابروتش، والكتب الثلاثه دي هكتبهم في الديسكريبشن وموجودين كلهم على جروب الفيسبوك. خلاص تمام. يبقى احنا كده اختصرنا الكلام في ايه؟ احنا اتكلمنا عن الشهاده والمحتوى، واتكلمنا عن الفارماكوثيرابي اللي احنا باذن الله هنتكلم فيها اكتر وهنشرحها اكتر بالتفصيل معاكم باذن الله عن كل موضوع، وهنشرح كل موضوع من الالف للياء باستخدام المصادر لو انت عايز تذاكر مع نفسك اللي انا قلت عليها، باستخدام المنهج الفارماكولوجي اللي لازم يبقى مهم معانا كبيزكس على الاقل هنحتاجها واحنا بنتكلم في الادويه، ونبقى عارفين كل دواء والسايد افكت بتاعته عشان لما يجيب لك كيس ويبقى فيه سؤال اجابتين انت عارف ان هم صح انت هتختار اني واحده اصح بناء على الحال. الكلينيكال عباره عن ايه يا جماعه؟ انت بتشوف الدواء الصح اللي بيفت او بيبقى مناسب للعيان ده. العيان ده لو عنده ضغط غير العيان ده لو عنده ضغط بس عنده حاجات تانية ممكن تخلينا استخدم دواء تاني ينفع مع العيان ده. مفيش حاجه انا ما بقولش ان الدواء ده ينفع مع كل العيانين عندهم ضغط، لا ده في دواء راجل هيجي لك عنده ضغط وسكر وبياخد ادويه وممكن يحصل انتراكشن مع دواء انت هتستخدمه، يبقى الدواء ده ما ينفعش معاه، اجرب الدواء اشوف الدواء التاني اللي في الجايد لاين. تمام. يبقى ده يعني حاولت على قد ما اقدر اجمع لكم الدنيا بتاعه البورد الفارماكوثيرابي والمحتوى وايه المصادر اللي ممكن نحتاجها. يا رب المحاضرة فعلا كانت بسيطة، أنا مش عايز أطول على حضراتكم بإذن الله عشان نبدأ بقى ننظم الدنيا سوا. المحاضرة دي هتفضل موجودة إن شاء الله، يعني مش هتتشال عشان اللي ما سمعهاش دلوقتي هيسمعها بعدين. والمحاضرة لو مفيدة فعلا شيرها لزمايلكم، لكل اللي عايز يعرف حاجة عن البورد والمذاكرة بتاعت الفارماكوثيرابي إن شاء الله نذاكرها سوا بإذن الله هنا وعلى جروب الفيسبوك. وفي كده بالفعل أصلا محاضرات أنا شارحها على القناة موجودة، أنا شارح الفلويد والإلكترولايت، شارح الكلينيكال كله بتاع النيومونيا مثلا كمثال، شارح الاسيد بيز ديستربنس زي اللي هو الاي بي جي يعني، فشرح بعض المواضيع الكلينيكال وان شاء الله البقيه تاتي وهيبقى كل المواضيع هتتشرح باذن الله. يا رب المحاضره فعلا كانت مفيده، شيروها لزمايلكم فعلا لو مفيده، واشوفكم على خير دايما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.